بمناسبة الذكرى 65 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية 1 نوفمبر 1954 أشرف السيد الرئيس المدير العام لسوناتراك رفقة إطارات وعمال المؤسسة يوم الخميس 31 أكتوبر على مراسيم رفع العلم الوطني، وهذا بساحة مقر نشاط التنقيب والإنتاج لسوناتراك. هذه الذكرى الغالية تحتفل بها سوناتراك ككل سنة على مستوى كل منشآتها وقواعدها الإنتاجية تخليداً وترحماً لشهدائنا الأبرار.